السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير في هذا الشهر الكريم، في مدوزين رمضان ديالكم. نتمنى تكونوا مدوزين وعلى خير، الله يجعله ان شاء الله صيام مقبول في هذا الشهر الكريم. غادي نخيط معكم داك التونيكه اللي فصلتها معاكم، حطيت الفيديو ديال الفصاله ودابا غادي نخيطها. كما كتعرفوا هاد العواشر والله ما كان سالي، ولكن كنحاول نحط معاكم هكا شي حويجات لي جداد، كنشوف شي حويجه جديده هكا واللي اول مره غنحطها معاكم، كنبغي نشاركها. الاخوات اللي بغاو يصاوبوا بحال هاد الموديل راه كيجي زويون كما شفتوا في الصوره، راني حطيت لكم الفصاله وحطيت لكم حتى التصويره ديال الموديل حطيته لكم، حيت مولات هاد سوا هادي ولا هاد الشوميزه صيفطات لي داك التصويره، قالت لي ديري لي بحالها، جايه زويونه. الا بغيتو تخيطوا بحالها تبعوا غير الخطوات ان شاء الله، وراها ساهله في الخياطه. كما كتشوفوا انا دابا وحده راني خيطتها هاد الثوب الكحل، المهم راه ما كيبانش بزاف ولكن راه باين هاد البليات اللي فيه هنايا، هاد الخياطه هي اللي غتكون دايزه لنا في الصدر كما كتشوفوا. وغنديروا لها هنايا داك العقيقات هنا في البلي، حيده هنا وحيده هنا. دابا غادي نصاوبوا الجهه الثانيه، البلي كيجيونا لهاد الجهه، كيجيو عاطين للجهه ديال الصدر، وهذه هي داك الدوره ديال الكماله ديال التركيز كما كتشوفوا. غادي نخليو واحد 5 سنتيم من هاد الدوره هذه، وغادي نحطوا البليات ديالنا. البليه غادي ندير فيها انا 5 سنتيم، غنخلي بعدا واحد 5 هنايا باش ما تجيناش البليه هنايا حدا التركيز. خليت واحد المسافه ديال 5 سنتيم، وغادا نحط البلي، غنخلي 5، نخلي عاود واحد 2.5 وندير 5، هاد البليات الا بغيتوهم يجيوكم كبار من الاحسن تخليو اكثر من داك المسافه اللي خليت انا. انا كنت زدت ثمن البلي، زدت 24 واقيلا اللي زدت، نتوما الا بغيتو تخليو اكثر تخليو حتى 30 34 الا بغيتو يجيوكم هاد البليات كبارين. غادي نخلي عاود 2.5 وندير 5 سنتيم، خلي 2.5 وندير عاود 5 سنتيم صافي. كما كتشوفوا دابا غادي نجيب هاد لي زيبان وغادي ندير هكا، غادي نجيب هاد العلامه هذه اللي عندي هنا وغادي نلاقيها مع هاد العلامه هذه، هاد 5 سنتيم غادي نجمعها هكا. غادي نجي لهاد العلامه اللي عندي هنايا ديال 2 سنتيم، وغادي نهز من هنا نجيبها لهنا، كما كتشوفوا هنا راه قديتهم هكا كيجيو. غندوز عليهم دابا بالخياطه هكا، غنشدهم هما الاول وعاد ندوز عليه وعاد نشد معاهم هذه هاد القطعه هذه اللي بوحدها ديال، نجيب هاد الدوره هذه ديال التركيز، هاد الدوره هذه ديال التركيز كما كتشوفوا معايا هي اللي غادي نحطها هنايا مع هاد مع هاد الكماله ديالها اللي عندي هنا، نحطها معاها هنا وغنشدها هنايا وندوز عليها بالخياط.
هنا مجيت الصدايف راه كنخلي واحد المسافه ديال 10 سنتيم، ما كنديرش فيها لي بلي حيت غيجيوني فيها الازرار. 7 سنتيم ديال الازرار نخليها، وغتبقى لي عاود هنايا واحد المسافه صغيره واحد 4 سنتيم ولا 3، غتبقى عاود بين البليه وبين الازرار باش ما يجينيش داك الشيء داخل الصدايف داخلين في البلي. وندوز لهم الخياطه دابا. صافي دابا خيطتو، غادي نجيب هاد القطعة هادي غادي نحطها هكايا، نقادها من هاد الجهة هادي اللي غيكون عندي فيها الأزرار يكونو متقادين. هادو هما لي بلي ديالنا، دابا غادي نمونطي الكتاف ومن الوالا. هاد التوبادا راه معندوش وجههم نقفاه بحال بحال. ندير المونطيهم من الكتاف وعاد ندوز لهم السورجي هنايا فين خيطتهم باش نسورجي في خطره الكتاف وهاد القطعه اللي عندي مقطعه في الصدر، ونسورجي حتى الكمام المونطيهم بالسورجي. غادي نجيب الكمام، كما شفتوا هاد القطعه هذه ديال الكمام راني قلت لكم ما درتهاش عريضه بزاف، هي حتى في الموديل ديال التصويره راه ما فيهاش شي بليات كبارين، فيها واحد البليات صغيورين. ما حتى انا التوب ما كفانيش كما كتعرفوا جوج متر ونص، هذا الموديل هذا من الاحسن يكون فيه 3 متر. انا مولاتها جابتني جوج متر ونص وربطتني قالت لي تخرجي لي هذا الموديل، كنحاولوا نتقاتلوا مع التوب ونخرجوا الموديل كما بغاوه البليات. كما شفتوا هنا راه شايط غير واحد جوج سنتيم جوج سنتيم، هذيك جوج سنتيم غندير بها البليات. هنا نشوف شحال عندي، عندي هنا 16، واخا نقص لها شويه هاد العرض من هاد البلاصه حيت مولات هاد الدياسه هادي ضعيفه، غادي نقص لها شويه وندير لها هنايا واحد 3 د البليات. شوف الجهه اللي عريضه، صافي هنا كما كتشوفوا درت غير 3 د البليات صغيورين. غادي نجيب هاد القطعه الفوقانيه ديالكم وغادي نحطها على هادي. نصاوب لكم الثاني حق المونطي معكم بعد هذا.
شو غندوز لهم السورجي. شوفوا المنتصف ديالكم هو هذا، ديروه هنا عند الخياطة. صافي دابا غادي نزمو نطيها كامله، ندوز لها السورجي هنايا لكم ولهاد الخياطه اللي عندي هنايا في هاد القطعه اللي عندي في السدر. كتشوفوا هنايا راني مونطي هاد الكسوه كامله حيت هاد الكحل ما كيباش، داكشي علاش ما وريتكمش ما شاركش معكم هاد الكول شوميز. راه صاوبت لها كول شوميز، واللي بغات تعرف الطريقه ديال كول شوميز راني حاطه في القناه، راني حاطه فيديوهات بزاف ديال طريقه الخياطه ديالو حتى الفصاله، ولا اللي بغاتو تلقاه في صندوق الوصف. درت لها كل شوميز، ومن هنايا درت لها طويت هاد 6-7 سنتيم الخليط ديال الصديفات كما كتشوفوا، كيجيون فينين من الداخل. كنطوي واحد سنتيم وعاد كنولي نطوي 3 سنتيم. اللي بغات الطريقه ديالهم راه كاينين في الشوميزات عندي في القناه. هنايا كما كتشوفوا هذاك العقيق اللي عندها تمايا في الصدر، كتشريو هاد الحجيرات هادو ولا الشميشات كيقولوا لهم، كتحطوهم هنايا على داك البليات شحال ما كان عندكم ديال البلي. انا هنا كما قلت لكم عندي 5 ديال البليات، عندي هنايا 5 ديال الحجرات، كل بليه كنحطو بين البليه والبليه وحيده، وكنديروا داك العقيق اللي هابط كناخذوا عقيق اللي بغينا اللي عجبنا وكنزلقوه هكايا في الخيط. عندي الخيط هنا على 4، كديري وحده كبيره وحده صغيره، وحده كبيره وحده صغيره في الخيط وصافي. وكنبتو هنايا كديرو هنايا مع هاد الشميشه هادي. انا غادي نلصق هذا بعدا، هادو نحيدهم. انا غير وريتكم الطريقه كيفاش. مشيتو على هاد الشكل هذا، غادي تحدد عاد يبانو هاد البليات مزيان، كيجيو على هاد الشكل. انا غزلقتهم وغادي نشدها، هادي نشدها بالخيط، راه عندها في كيتحشى لها الخيط، ولا يمكن لكم تحطوها بالكولا، هادي تلصقوها حتى بالكولا، الكولا اللي خاصه بهذا بالعقيق. نرتقوها ونعاودو باش ما تحيدناش. صافي على هاد الشكل، دابا راه شاده كما كتشوفوا، راه ما تحيدش مع الخيط عندي مدوبل على 4، وكيجيو على هاد الشكل هذا. غادي ندير هنايا 5 ديال الحبات بحال هادو، وغايجيونا على بحال داك الموديل اللي شايفين اللي خيطنا بحالو. صافي راه طريقه سهله. انا بغيت نشارك معكم هاد البلي وهاد العقيق هذا كي كيدير يتشد، عطيكم فكره وصافي. انا راه دايره انا عقيق غليظ وواحد رقيوق، واللي عجبو اللي عجبها الفيديو ما تنساش تخلي لنا التعليقات المشجعه ديالكم، واللي اول مره كيشوف القناه ما يبخلش علينا بالاشتراك وبلي لايك وبكومونتير زوين مشجع. وتنقول اللي كيشوف اول مره القناه تنقول له مرحبا والف مرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.